واليوم نحن تأتي مشاركتنا في المؤتمر لإبراز المشاريع التنموية اللي نقوم فيها في المرحلة الحالية والمرحلة القادمة لدعم قطاع الماء والكهرباء في الإمارات الشمالية. أستاذ، نتكلم شيء عن الخطط والاستراتيجيات اللي حابين تحققونها من هذا المؤتمر. نحن اليوم عارضين في المؤتمر بعض المشاريع واللي تعتبر بالنسبة لنا استراتيجية. المشروع الرئيسي اللي معروض عندنا اليوم في المنصة وهو محطة نقاء، وهي تعتبر من أكبر المحطات للإنتاج باستخدام تقنية التناضح العكسي. وعندنا بعد المشاريع الأخرى اللي تهم المستهلك والأساسية طبعا لموضوع اللي تدعم الاستدامة. من المشاريع هذه اللي تدعم الاستدامة المخزون الاستراتيجي في في في, في اللي موجود عندنا في الإمارات الشمالية، وفي خصوصا في رأس الخيمة، وهو مشروع مستدام طبعا، لأن ما نستخدم في أي نوع من أنواع البامبينج، ويستخدم مجرد الجرافيتي للوصول المياه للمستهلك.